يوم يكشف عن ساق وتدعون إلى السجود فلا تستطيعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي ربنا فيكشف عن ساقه فنقول لله ساق سبحانه تليق به ليست كسوقنا سبحانه وتعالى لأنه ليس كمثله شيء. وهكذا توكلنا على الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ولا أولا يعني أنا أعتذر لأنه صوتي هكذا بسبب أني مريض معي نزلة برد، لكن الحمد لله تحسنت. يعني نأخذ الآن الذي قاله هنا. أولا تصحيح الآية: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، بالغيبة وليس بالمخاطب، لأنه قال وتدعون إلى السجود فلا تستطيعون. وأنا بحثت في كتب القراءات ما في قراءة هيك، حتى ما يجي وحي يقول بكي كانت قراءة، ما في قراءة هذه. طيب هذا الشيء. الشيء الثاني، الآية ما فيها إضافة الساق لله، حتى تستشهد بتقول إنه الله قال يوم يكشف عن ساق، وهذه جبناها المرة الماضية إنه لما أنت قلت صدق الحبر في أن لله أصابع، قلنا لك ما في إضافة للأصابع. الله لم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يضيف الأصابع إلى الله، قال يضع يحمل الأرض على إصبع والسماوات على إصبع، وفي رواية يضع مقال على إصبعه. طيب وهذه ابن تيمية يعترف فيها، لأنه هون لما قيل له هاي ابن عباس أول الآية فقال هذه ليس من آيات الصفات، لأن هذا كلام ابن تيمية، لأن الآية يوم يكشف عن ساق ولم تضف، لم يضف الساق إلى نفسه. طيب ومع ذلك ابن القيم يحتج بها أنه على صفة الساق، بل ابن تيمية يقول تأويل ابن عباس غلط، هذا أنه يوم يكشف عن ساق عن شدة يقول لك هذا غلط. ليش؟ بيقول لك كشف الشدة أزالها، وليس هذا لا يحتمله المعنى المراد هنا، لأنه هنا يكشف عن ساق يعني تزداد الشدة. طيب هذا شيء. الشيء الثاني أنه الحديث الذي أنت احتججت به حديث أنه يكشف ربنا عن ساقه، هذا اعترف الألباني بهذه لفظة بأن هذه لفظة، وإن وقعت البخاري لفظة شاذة، لأنه هذا الحديث رواه أربعة ثلاثة قالوا يكشف عن ساق، وبذلك أخرجها مسلم بدون إضافة. والباقي واحد، هذا اللي اسمه هذا سعيد بن أبي هلال، هذا الذي رواها هكذا عن ساقه، والألباني اعترف بالأخير أنه هذا رواها بالمعنى، لأنه هو قال أنه هكذا سياق الحديث يبين أن الساق ولا ساق الله. وأيضا ابن تيمية بيقول لك سياق الآية أيضا يكشف عن ساق، يوم يكشف عن الساق ويدعون السجود فلا يستطيع إلى السجود فلا يستطيعون، بيقول لك لأن السجود لا يكون إلا لله، فإذا ساق ولا ساق الله سبحانه وتعالى. طيب إذا الآية ما فيها إضافة الساق إليه سبحانه وتعالى، الحديث هذا يوم يكشف ربنا عن ساقه هذا لفظة شاذة هذه. بالنسبة ل بيقول لك هذا ابن تيمية أنه، وهذا مناظري اللي أنا نظرت، هذا أبو عبد الله الحنبلي بيقول لك ابن مسعود يا أخي خالف ابن عباس وأثبت الساق وفسر الساق هنا بأنه ساق. طيب هذه أنا جمعتها، تتبعت الروايات فيها مختلفة، مرة قال عن ساق ابن مسعود يوم يكشف عن ساق، قال عن ساقيه، وهذه رواها أبو يعلى في إبطال التأويلات، لكن قال المحقق هذا منقطع. مرة قال يوم يكشف عن ساق، قال عن يكشف الرحمن عن ساقه بالإفراد، هناك قال عن ساقيه وقال عن ساق، عفوا. طيب هو أيضا في كتاب في كتاب الصفات لابن الصامت أنه عن خشيش بن أصلا بسنده عن ساق عن ابن مسعود، يعني قال يعني ساقه تبارك وتعالى، وهو أيضا في إبطال التأويلات، لكن قالوا منقطع الإسناد. في رواية أخرى عن ساق عن ساقيه، وفي رواية أخرى أنه هاي عزاها لمين؟ لكتاب التنبيه والرد للملطي، أنه جاءت على ابن مسعود بلفظ يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق يعني عن ساق عرشه
تبارك وتعالى، لكن هذه ليس لها سند يعني صراحة، عن ساقي عرشي. وفي رواية عن مقاتل ابن سليمان عن ساق قال ابن مسعود فيضيء نور ساقه الأرض، وفي رواية يعني نور ساقه اليمين، أخرجه أبو يعلى في إبطال التأويلات وإسناده ضعيف. ومقاتل متهم بالتجزيم، هذا كلام مين؟ هذا كلام هو محقق إبطال التأويلات. طبعا فاتني أن أذكر هنا أن ابن مندى ذكر أن ابن مسعود كان يقرأ الآية هكذا يكشف عن ساقيه، طبعا هذه مخالفة للقراءات المتواترة، هي يوم يكشف عن ساق، هذه كان هكذا يقرأ يكشف عن ساقيه، مخالفة للمتواتر هذا. طيب نوثق الآن، نأتي إلى التوثيق. هلا أولا ما في قراءة أنه يوم يكشف عن ساق وتدعون إلى السجود فلا تستطيعون، إنما ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذه كل كتب القراءات ما أحد أوردها إلا في ثلاثة مواضع، يعني طبعا هنا بتكلموا كانوا على الوقف والابتداء وكذا إلى آخره. طيب نأتي إلى الآن إلى الحديث. الحديث هذا في صحيح مسلم، لاحظ في صحيح مسلم فيكشف عن ساق، هو الحديث نفسه الحديث أبي سعيد الخدري. وفي صحيح البخاري أيضا هو نفسه حديث أبي سعيد الخدري، لاحظ فيكشف عن ساقي، هذا مين فيه؟ هذا في هذا الراوي سعيد بن أبي هلال هو الذي رواها بهذا اللفظ، بينما ثلاثة من الرواة الآخرين لا رواها بلفظ عن ساق. لاحظ هذا هون اسماء الصفات بتحقيق الحاشدي هذا الوهابي وبتقديم المقبل الوادعي. لاحظ هون بيجيب لك انه البخاري نعم اخرجها بلفظ فيكشف عن ساقي، ومسلم اخرجها بلفظ فيكشف عن ساق، وبيقول لك لاحظ انه في عندنا اربعة رووا، سعيد وحفص وهشام وعبد الرحمن، لاحظ سعيد فقط الذي قال عن ساقي، والثلاثة قالوا عن ساق. وبيجيب لك كلام الألباني بيقول لك بآخر الكلام انه وانا وان كنت ارى من حيث الرواية ان لفظ ساق اصح من لفظ ساقه فانه لا فرق عندي من حيث الدراية. ليش؟ لانه بيقول لك انه السياق يدل على ان المعنى هو ساق الله. طيب هذا شيء ثاني، احنا من اللفظ ايش هو؟ وبالاخير بيقول لك بيعترف انه هذا سعيد ابي هلال اللي رواها يكشف عن ساقي انه كان يرويها تارة بالمعنى فيقول عن ساقه ولا بأس عليه ما من ذلك ما دام أنه أصاب الحق. شوف مع أنه هو الألباني نفسه في موضع آخر لما قال الكوثري حديث الجارية مروي بالمعنى يا لطيف أقام الدنيا وما أقعده، قال أنت عم تتهم الرواة بالكذب وكذا، أوريكم إياها. لاحظوا أخواني الكرام هذا مختصر العلو، هنا بيتكلم عن حديث الجارية، لاحظ أن أين الله، لاحظ هون بيقول لك بيجيب لك كلام الكوثري أنه الكوثري قال انه عملت الرواية فعملت الرواية بالمعنى في الحديث ما تراه من اضطراب. ليش؟ انه في رواية اخرى قال فمد النبي يده اليها مستفهما من في السماء، ما في كلمة اين الله، وهذه تكلمنا عن هذه الرواية بفيديوهات يعني، ورددنا على الخشان اللي ايش حاول يضعفه وكذا الى اخر. شوف ايش بيقول لك، بتعقبه الكوثري الألباني بيتعقب الكوثري بعد ما يذكر بيقول لك كذا قال، يعني الكوثري عامله الله بعدله. لاحظ عبد علي ليش قال انه فعملت الرواية بالمعنى، ليش بالاخير ايش بيقول لك شوف انه هذا كأنك تنسب هنا الراوي الى الكذب. لاحظ انه شوف انه كأنك انت عم بتقول انه الراوي اختار ان ينسب الى النبي، هذا عم بيتكلم الألباني عم بيوجه كلام الكوثري، انه كأنك لما بتقول انه عملت الرواية بالمعنى ما تراه من اضطراب، قال معنى كلامك انه الراوي اختار ان ينسب الى النبي وانه قال للجاري اين الله، والواقع عند الكوثري انه لم يقل ذلك، انما الراوي وضعه من عنده مكان رواية سعيد بن زيد ما فمد النبي يده مستفهما في السماء. شوف بيتهم الكوثري انه اذا انت بتقول انه الرواية فعلت بالمعنى الرواة رووه بالمعنى، اذا انت تنسب الرواة الى الرواة الكذب، مع انه هو لسه هون ما جف قلمه حينما قال ولا بأس عليه، انه شوف انه فالظاهر ان سعيد بن هلال كان يرويه بالمعنى حينما يقول عن ساقي ولا بأس عليه من ذلك ما دام انه اصاب الحق. ليش هنا لا بأس عليه، وليش هناك لما قال الكوثري انه هنا رواه بالمعنى هذا حديث الجارية صار عليه كل البأس؟ طبعا لنا تتم نكمل في الحلقة القادمة، أنه لم يتسع الوقت لنذكر روايات ابن مسعود
نرجو لها الحق القادم. الحمد لله.